السلام عليكم خياتي، مساء الخير عليكم ولا صباح الخير على حسب وقت راح تشوفوا هذا الفيديو. الوغ اليوم جيتكم بفيديو جديده، يعني وصفه تاع موسكوتو بزاف بنينه واقتصاديه. بحبة بيض ديري موسكوتو ولا اروع، ويجيك هشيش وطالع ما شاء الله. برك تبعي معايا الخطوات حبيباتي وما راحش تندموا عليه. نبداو على بركه الله. عندنا حبة بيض على حسب المول تاعكم. انا المول تاعي صغير، اي درت حبه بيض صغيره. اذا كان المول تاعك كبير ديري حبه بيض كبيره. فوالا، عندك تاني نص كاس زيت ونص كاس حليب، نص كاس سكر، مغرف تاع لافاني تحبي سائله ولا غبره. عندنا باكي تاع خميرة الحلويات، عندنا مغرف مارغارين والكاكاو اختياري، تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش، والفارينة بطبيعة الحال. الو حبيباتي، نبداو نحطوا الحبة تاع البيض. الحبة تاع البيض لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما لازمش تكون باردة ولا سخونة، فتكون تياد. فوالا، نحطوا الحبة تاع البيض تاعنا. نزيدوا معها مغرفة تاع لافاني. لافاني يعني على حسابكم انتوما، تحبوا مغرف كبيرة مغرف صغيرة، على حساب كل واحد والكو ديالو. انا درت مغرف صغيرة مع مرة. تحبوا ديروا سائلة تاني ديروا سائلة، تجي بزاف مليحة. فوالا خياتي، ابخي نبدا نزيد في الزيت والحليب والسكر باردون. الكاس اللي راح ندير به انايا هذا تاع 200 غرام، 200 مليلتر باردون. فوالا بون، هاولي كيفاش راح ندير انايا. السكر درت هكايا، السكر على حسب الكو تاعكم، تحبوا ديروا يعني نص كاس وين كان هذاك تري ولا كاس كومبلي، على حسب يعني الكو تاعكم وعلى حسب المول تاعكم. اذا كان المول تاعك كبير ديري في هذاك الخط يعني نص كاس، واذا تحبيه يجيك حلو بزاف ديري كاس كومبلي. انا درت يعني بخسك من ربع، بين الربع والنص. كيما درت السكر درت الزيت. فوالا كيما شفتوا، نزيد الحليب. الحليب ندير نص كاس هكذايا في هذاك التري، والحليب لازم يكون دافي حبيباتي، ما لازمش يكون بارد ولا سخون، يكون دافي. وتبداو تخلطوا هكايا بنفس الاتجاه، هذه حاجه ضروريه جدا خياتي. يعني تقعدوا هكا تخلطوا بنفس الاتجاه. فوالا، اللي تحب تيتيليزي يعني الخلاط الكهربائي الباتور، اللي تحب دير بالفوي. هنايا راح نزيد المغرفه تاع المارغارين. فوالا، مغرفه صغيره، ما تكونش يعني بارده بزاف ولا تكون دايبه هكا موايا، شدارو حسافا. وبداو تخلطوا هكايا حتى ندوب لكم هذيك لا مارغارين. قاعدي خلطي 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 حتى يعني تتجانس. فوالا، وهنا نسيت ما قلت لكمش، درت انايا شويه ملح، يعني قرصه ملح كيما يقولوا ناس زمان، قرصه ملح في عين الشيطان. فوالا حبيباتي، وهنايا نجيب الفارينه تاعي، يعني نغربلها هكا في صفايه. انا درت كاس معمر. فوالا، جاني يعني سواسوا، ما زدت ما نقصت كاس معمر. انا المول تاعي صغير، يعني لي المول تاعها كبير وعلى حساب الفارينه ديالك. لي المول تاعها كبير دير كاس ونص وتبدا تزيد تخلطي، وابداي شوفي يعني القوام تاعك على حساب الفارينه تاعك اسكو تشرب ولا لا. لا حبيبتي، فوالا. وهنا زدت شويه كاكاو، نتوما تحبوا ديروا لها الكاكاو ولا لا. لا، انا نحب الموسكوتو تاعي يجي شويه مارون هكايا، سينو كيما تبغوا يعني كيما تحبوا. هنايا درت وحده لا ليفور شيميك كيما شفتوا. اذا كان المول تاعكم كبير ديروا وحده ونص باش يطلع لكم مليح. فوالا، استعملت هذيك الخميره تاع بيجو بزاف هايله، ننصحكم بها. فوالا حبيباتي، صفيت كل شربلتو، ومن بعد يعني ندخلهم مع بعضهم، نبدا نخلط هكا غير بالعقل بالفوي. يعني هنا ما حش تستعملي كامل يدك، غير بالفوي. وكيما قلت لكم اقعدوا بنفس الاتجاه اللي خلطتوا فيه، يعني اللي مزجتوا فيه المكونات الاولى. هذه ضروريه جدا حبيباتي. ابداو خلطوا هكا، دخلوا كلش في بعضه، يعني خلطوا 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 مليح مليح. ابخي المول تاعك حبيبتي لازم تدهنيه باش ما يشدلكش، تدهنيه بالمارغارين ولا بالزيت، ودردري عليه هكا لافارين،
يعني بهالطريقة حبيباتي اي ابخي تجيبي يعني المسكوتو ديالك هذاك الخليط ديالك باردون قبل ما تحطيه في المول. هاد الخطوة جد مهمة جد مهمة يا البنات، انا ما كنتش نديرها ما كدبش عليكم، مي غير هنا وهنا اللي ديكوفريتها راح تزيد لكم طراوة على طراوة للمسكوتو تاعكم. فوالا خياتي اللي هي الماء مغلي، شتو شنو مغلي؟ مغلي حتى ندير لكم فقاعات قيس دو كويار كبار تاع ماكلة، ديرو هكايا ما غالي، تزيدو الخليط تاعكم وتبداو تخلطو 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 هكايا مليح يعني حتى يدخل في كامل في الخليط، يولي لكم شويه خفيف مي ما تخافوش نورمال، هذاك هو القوام اللي نحوسوا عليه. فوالا الماء مغلي حبيباتي، بازي لكم على هذه الكلمه مغلي، ماشي سخون ولا تياد ولا نو، غالي لازم يكونوا فيه الفقاعات هادوك. فوالا ابخي جيبي المول تاعك حبيبتي وديري الخليط ديالك. تاني حبيباتي حبيت نقول لكم على واحد لاستوس اللي هي الفلون، نعم اه الفلون تاع لافاني، زيدو دو كويير راح يجيكم واحد البنه فيه واحد الطراوه مانيفيك، انا ما كانش عندي هنايا سي بور سا ما درتوش، مي سيوها ورجعوا لي بالخبر حبيباتي، راح يجيكم طري هشيش بنين مانيفيك. سيو هاد الوصفه حبيباتي وان شاء الله تنجح لكم وتعجبكم. كيما قلت لكم وصفة ناجحة 100%، دوك تشوفوا كلش بعينيكم يا أخي، شفتوا الخطوات كامل بعينيكم، دوك تشوفوا كي طيب كيفاش جاني ما شاء الله. يعني ما نكذبش عليكم أنا هاد الوصفة ما كنتش نعتمدها، مي من نهار درتها ما وليتش نبدلها، بزاف يعني بزاف بزاف بنينه فوالا، وناجحه واقتصاديه فوق هذا. وشنو هذيك الخطوه الاخيره تاع الماء؟ هي يعني السر في طراوه وهشاشه هذا الكيك. هكذا حبيباتي، وتديغازيو يعني المول تاعكم، تخبطوه هكا زوج خبطات ابخي تدخلوه يعني في الفوغ ولا في الكوشه تاعكم، طيبوه من تحت ابخي كي يطيب من تحت شالوه من الفوق يتحمر. فوالا كيفاش جاني حبيباتي، انا تقبتو هكا بالكيغدون، لي تحب تشربو تحب يجيها مشرب يعني تشربو بالحليب، نص كاس حليب تشربو به، وتحبي تزيدي الحليب ديالك الكاكاو ولا لابودغ شوكولا ولا كيما تحبي، تحبي تخلي هكا، انا خليته هكا برك تقبتو هكا باش يبرد لي بالخوف يعني. هذه هي حبيباتي، ودوك تشوفوني يعني كي نقلبو تم تقلب لي فاسيلمون، غير قلبت المول تقلب وشوفوا كيفاش جايه البنات، واحد الطراوه واحد الهشاشه مانيفيك. نتمنى تجربوه ان شاء الله ينجح لكم، وتخلوا لي ارائكم يعني في لي كومونتير ودعوه خير با بلوس. هذا البيض يا حبيباتي تاع المول تاع الفرينه اللي درناها في المول باش ما يلصقناش، هذه هي حبيباتي. والتزيين يقعد لكم اختياري، تحبي تزينيه بالشوكولا تدهنيه بالشوكولا، تحبي بالمعجون، تحبي بالعسل، تحبي تخليه كيما راهو، سينو تحبي ديري له الكاوكاو ولا اللوز ولا واش حبيتي، التزيين يقعد اختياري. انا دهنته هكا بشويه عسل ودردرت فوقه هكا، درت فوقه يعني كاوكاو محمص ومرحي. فوالا لو ريزولتا، جا بزاف يعني بزاف شباب وقالبا ومقلوبا فوالا، وجا بزاف بنين ان شاء الله يا ربي برك وتسيوه ويعجبكم حبيباتي. فوالا لو ريزولتا، شوفوا كي قسمته معاكم كيفاش جاني يعني، كيفاش جا عالي كيفاش جا خفيف يعني، ستر هنا طاح لي سمحوا لي فوالا كيفاش جا يعني تالمون جا خفيف، جا ريشة 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 هكا يترعد يا مولاي طاح لي فوالا كيفاش حبيباتي. والبنة بلا ما نحكي لكم جا بزاف بزاف بنين يعني ما شاء الله. هنا كي راني ندير لكم في المونتاج كنت يعني دقتو كامل وكليت وداقو في دارنا، عجبهم سانسيرمون، وما ما نعجبني بزاف بنين فيه جو سبيسيال. ان شاء الله يعجبكم هاد لا فيديو حبيباتي، وان شاء الله تجربوه وتخلوا لي ارائكم في التعليقات. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتيكم، سلام.